نحن في عجلة تطوير تسير من حين إلى آخر. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بأحسن تكوين. انطلاق أشعل شمعتك بهذا العالم والشبكة العنكبوتية والتكنولوجيا المتطورة لتكون المنبر الوحيد والقريب من الجميع، لنوصل لجميع العالم النصيحة المفيدة والطريقة السليمة لامتلاك جسم صحي وسليم خالي بعيد عن الأمراض. أشعل شمعتك ليس منبر لطبيب أو خبير، بل هو كادر كبير يضم خبراء وأطباء وعلماء كرسوا أنفسهم وعلمهم ودراستهم ليضعوها بين يديكم أينما كنتم. أسرار الطبيعة والفواكه والخضروات والبقول هي العلاج الأول والأخير. إن اكتشفناها لن نحتاج لزيارة طبيب. شو بدنا تفطروا؟ يقولوا لك فول، بدنا نفطر فول، يلا ناكل فول. بس الفول اللي بدنا ناكله كيف بدنا نعمله بطريقة صحية تواتي الكل، والكل اللي بيحبه، والكل يلي بده ياكل فول. كيف طريقة الفول، تنبيت الفول، كيف نسلقه، كيف هاي الشغلات كلها ياتا حتلاقوها بالفيديو، وهي مميزة كتير. في شغلة صغيرة بس بدي أقولها قبل ما أدخل موضوع الفول. كل شخص عم يدخل على القناة ويقول إنك أنت قاعدة وما عندك لا شغلة ولا عملة وقاعدة ملتهية بالغذاء، لا حبيبتي، أنا موظفة بطلع الصبح على شغلي ما برجع للساعة 3، عندي شغل البيت لأنه أصلاً ما عندي شغالة ولا بحب الشغالة إلا إذا للتنظيف جيبها مرة بالشهر. التنظيف هذا التعزيل اللي بنقول عليه تعزيل كامل. أنا ما بحب الشغالة وبحب كل شيء يشتغله بإيدي. مجرد ما تنظموا وقتكم هتقدروا تعملوا كل شيء، لأنه الإنسان عنده مقدرات ما هي طبيعية ما شاء الله. وقد ما عم بشتغل أنا وشوف حالي عم بشتغل زيادة عن كل العالم، بلاقي نفسي ماني مستخدمة القدرات اللي عندي 1%، لأنه الإنسان عنده قدرات. يعني كلياتنا ما لنا فاضيين وكلياتنا مشغولين، أنتوا كلياتنا ما حدا فاضي، بس لما بتنظمي وبتجدولي الأشغالك كلياتها اللي أنت بدك تساويها لح تقدري تعطي عيلتك أكثر، تعطي نفسك أكثر، تعطي شغلك أكثر. مثلاً أنا يومياً بسجل اليوم شو بدي أعمل، عندي ساعة برد عليكم أنتو، عندي وبالسوشال كله، ترى مو بس عندي يوتيوب، عندي يوتيوب، عندي سناب شات، عندي تويتر، عندي فيسبوك، كله بالتنظيم. ساعتين لردود لحبايب قلبي، عندي شغلي من الصبح للساعة 3، عندي مساواة بيتي، عندي طبخي، بقدر أطبخ لمدة أسبوع، بقدر أشتغل شغل ما هو خيالي، لأنه لحنا بشر الله عاطينا قدرات كتير كتير كتير. الله سبحانه وتعالى خلقنا بمقدرة ما شاء الله كتير عالية، نقدر نستوعب 100 فكرة و 100 قصة و 100 شغلة نقدر نستوعبهم ونقدر نعملهم ونقدر نساويهم بإيدنا سبحان الله تعالى. لذلك إذا أنت بتعملي جدول لإلك
كل شخص موظف ولا غير موظف لو بتعمل جدول لإلك وإلك أنت وبتسجلوا شو بدكم تعملوا يومياتكم، شو بدكم تعملوا بالأسبوع، إيش عندكم أشغال تنظموها وتعملوها أسبوعية ويومية وشهرية وسنوية. أنا عندي جدول كاتبته شو بدي أعمل خلال 5 سنين لقدام. كل ما سجلتوا مقدراتكم وأشغالكم اللي أنتوا بدكم تشتغلوها بيومياتكم إن كانت يومية ولا أسبوعية ولا شهرية ولا سنوية رح تقدروا تنجزوا أكثر. ودائما بنحط الأولويات بين إيدينا، شو بدنا نساوي، شو في عنا أولويات، بيتنا، عيلتنا، صحتنا، ذاتنا، نفسنا، في أولويات. نخلص هالأولويات بعدين بنشوف أصدقائنا، بنشوف أهالينا، بنشوف. أنت بقى بتقدري ترتبي لو كل يوم بتسجلوا اليوم شو في عندكم بجدول، كل الجدول حتخلصوه. ما تقولوا في عنا وقت، هاللي ما عنده وقت، هاللي عم ينملي أكثر من 8 ساعات، هاللي عم يسهر ويريح يروح كل طاقته بأشياء مالها طعمة، هون ما بيصير عندك وقت وما بتقدر تساوي الغذاءات تبعاتك. يعني خلينا نحكي مثل واحد، هاللي بيقعد بيسهر طول الليل وبعدين بتجي الصباح ما بتفيق للظهر، إجباري ما عاد صفى عندك لا بركة، والساعات عندك هيك حتركض ركض وخلاص راحت عليك وراح عليك النهار كلياته. أنا لا، أنا بحب صلي العشاء ونام، ولو في مضى وقت عندي إني أسهر هذا بالكتير الكتير لأسهر للساعة 12. أصلاً ما بحب السهر وما حدا ما بيحب السهر، بس إله أوقات. الصباح بقوم بصلي هالصبح، قبل صلاة الصبح بصلي ركعتين، يعني الساعة 3-4 بالكتير أنا بحب أجلس شوفوا البركة وشوفوا الساعات وشوفوا الساعات اللي أنا بدي أعيشها. بعيش دبل دبل عن العالم اللي بتقعد بتسهر وبتنام للظهر. عشان هيك أنا بدي أوصل لكم، أنتوا بتخلوا لوقتكم فيه قيمة، أنتوا بتخلوا لوقتكم يكون ثمين تقدروا تأنجزوا فيه قدر المستطاع. وهلأ بدنا نحضر الفول. أنا مجهزت لكم فيديو كامل كيف نبتنا الفول وكيف حناكله وكيف حنشربه وكيف فوائده، وإن شاء الله بيعجبكم. وأنتوا الكل بتاكلوا الفول بهالطريقة. أنا من جهتي عندي البنات عندي بالبيت لما بياكلوا برا مو مثل الشهية وقت بياكلوا وقت أنا بعمل لهم إياه. يلا ما حأتأخر عليكم وامشوا لنروح نشوف الفيديو الرائع الجميل من صنع إيديا وحياة عينيا. هلا نحن بنقدر ننبت أي فول. هذا عندكم الفول الصغير، الفول اليمني بجنن، أنا كتير كتير بصراحة بيعجبني. وعندنا الفول السوري هذا الكبير، بس هذا ما بيعجبني انه ناكله لحنا بالخبزة، هذا بيعجبني انه اطبخه اسلقه بنبته شوي بعدين بسلقه وبناكله بالحامض والكمون، هيك ناكله تسلاية بالليل بيعطينا دفى بيعطينا طاقة لجسمنا. هيدا كتير كبير عرفتوا؟ يعني مثل ما قلت لكم عنا نوعين من الفول، في انواع كتير بس هيدا اللي موجود عندي، فول الكبير وفول الصغير. هيدا أنا للطبخ كتير كتير بيعجبني. شوربة الفول بتقدروا تعملوا كمان، في شوربة فول كمان رائعة. نقدر هاللي مرضى عندهم أمراض مثلا مثل السكري والكوليسترول وهي من قيم القشرة تبعه قبل ما نطبخه، بس هلأ بس لننبتب لكم كيف. أوكي بس حتى يتنبت بقلكم كيف نقيم القشرة تبعه مشان نعمله شوربة. في شوربة فول كمان كتير مغذية بتنظف الأمعاء بطريقة رائعة. شوفوا الفول، أنا بحب أجيب الصغير لأنه الصغير ممتاز وبيتبرعم بسرعة، يعني عندكم براعمه بتجنن مو مثل الكبير. رح ننقعه، رح نحط كمية تقريبا كوب اللي بتكون يا كيلو، أنتوا على حسب ما بتحبوا أكل الفول. أوكي رح ننقعه نحطه بالمي ونغسله مزبوط مزبوط لمدة 8 ساعات، بنحط عليه نقاط الهيدروجين بروكسايد، هذا كتير كتير مهم مشان تنقية البقول والحبوب اللي احنا بدنا ننبتها. أما هلأ حجيب منشفة بعد مرور 8 ساعات من النقع، وما مننشف الفول، شوفوا بنحطه بقلب المنشفة. راح نحطهم بمنشفة، طبعا طريقة التنبيت هي مختلفة عن الأولانيين كتير، هي بدنا نحط بالمنشفة وبتكون المي مندية كتير. أوكي
شايفين شوفوا المي كيف تحسي فيها مي. هلا كل 4 ساعات بنرشها بالمي وخلال اليوم حتنبت معنا. الفول كتير سهل ومغذي جدا جدا. وهلا بعد مرور 24 ساعة نبت عنا الفول. شوفوا ما شاء الله كيف البرعم طلع صغير سريع التنبيت ما شاء الله تبارك الرحمن. حنغسله حنعبيه موية وما نحاول نصفيه تمام تمام، لا بنحاول نغسله مزبوط ونكب الموية من عليه مو من المصفاية. لو صار لو ضل في مي ما عندكم أي مشكلة. وش اسمه هو هاي البرعمة الفول كتير كتير مغذية، وهالبرعمة اللي طلعت مفيدة جدا جدا جدا. هلأ احنا حنحطه نرجع بقلب المنشفة اللي كنا حاطينه فيها، وبعدين رح نرد نغطيه مثل ما كان ونرجع خلال 24 ساعة القادمة نرشه كل 4 ساعات، كل 4 ساعات نعمل له رشة، اوكي؟ وبنرجع بنحطه بالزنبيل لانه الزنبيل كتير كتير مهم، بيخلي الفول يعفن، بيحافظ عليه وبيقدر يسحب الرطوبة اذا في عنا رطوبة، يعني ممتاز انه نخليه بالزنبيل. في ناس بيقولوا له غطى الخبز، كانوا زمان ايام زمان يقولوا له غطى الخبز. في ناس بيقولوا له البلاستيك اللي منوضع عليه الصفر، يعني كانت استعمالاته كتير قديمة من زمان وله فوائد كتير. يعني انا بوقتنا هذا عندي اياه ما بستغني عنه ابدا، وبتمنى يعني دائما استعمله. منعيد الكرة هاي بعد 24 ساعة وبنغسله نفس الشيء وبنضل عم ننبخه، يعني عيار التنبيت 3 ايام بالضبط حتاكلوا اطيب فول. هلا الفول تبعنا اليوم الثالث، شوفوا اليوم الثالث كيف صار ما شاء الله، شايفين رائع. هلا لما بتطبخوه انتو هو منبت، شوفوا الغذاء اللي حيدخل لجسمكم، وخصوصا الناس هاللي ممنوعين عن اكل اللحم، هذا بيغنيهم عن اكل اللحم ما شاء الله. كله تنبت، كله ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا هلا شوف الخطوة الثانية، اوكي؟ طبعا الفول له طبخ اشكال الوان، كل واحد على حسب المنطقة اللي بيطبخوها. مثلا شوفوا هذا الحجر، وطريقة الطبخ بالحجر لازم اول ما تشتروه هو بيكون هذا اللون، بيكون لونه ابيض ابيض، ندهنه بالزيت ونحطه 3 ايام بالشمس مشان ما ينكسر معكم على النار، وما بنحطه على نار كتير كتير عالية، لا بنحطه على نار خفيفة بالبداية. اول الطبخ بداية اول طبخ لازم يكون على نار خفيفة مشان نحاول ما ينكسر معنا، بس يتعود على الحرارة ساعتها اللهم صل على النبي بيقدر يتحمل الحرارة العالية. هذا الحجر كتير مفيد، وكانت ستي زمان ما تطبخ الا فيه حتى اللحم، وما شاء الله في دولة من الدول الدولة اليمنية ما شاء الله تبارك الرحمن لهلا كل البيوت بيطبخوا فيها ما شاء الله عليهم، اكلهم مفيد وخصوصي للفول دائما بيطبخوا فيه، بيعملوا البرم تبع اللحمه ماش بتجنن. انا كثير بعملها ان شاء الله بعمل لكم اياها شي نهار، وتعلمتها منه لاخواننا اليمنيه ما شاء الله عليهم. رحت مره على اب وشفتهم كيف عم يطبخوها واو. طيب هلا انا حساوي لكم الفول السوري كيف نحن بنعمله. هي طريقه ستي الله يرحمها، كانت تيتا ما تطبخه الا بالحجر ما شاء الله او بالفخار، المهم تطبخ اكل مغذي. وماتت سبحان الله عمرها تقريبا 98 سنه، لك حبه اسبرين ما اخذت ما شاء الله عليها، الله يرحمها ويسامحها ويجعلها من اهل الجنه. هلا حنحط البصل، شايفين حطيت شويه زيت زيتون، ما كثرت زيت زيتون بس انا مشان اعمل تكشينه للبصل. Thank you.
اكيد دائما لما احنا بنطبخ انا شوفوا الاستعمال الادوات الخشبيه غير اي معالق، لا تستعملوا الا الخشب لانه بياخذ بناخذ من طاقه الخشب. ونحن المفروض قلت لكم العناصر الخمسه اللي نحن المفروض نعيش فيها لازم دائما موجوده بمطبخنا، الخشب، النار، النحاس، المعادن، الماء، هذا المفروض كل يوم نحن نعيش فيه، اوكي؟ دائما نستعمله باكلاتنا اليوميه. هلا نحن على امل من ما هن شوفوا ما بتحسوا انه الغاز كتير عالي، انا حاطته على درجة معينة من الحماوة، رح يطبخ على أمل من مهله. خلي على مهله هلا. شوفوا هون أنا هلا حطيت، أنا نقيت الفول كله. هلا في عندكم بعض الفول بتكون لسه تنبيتتها صغيرة، شايفين؟ بقدر لسه خليها يعني اعطيها مجال اني رشها رد بالمي بالهون، سكر عليها، مو كلياتهم يعني نبتوا مزبوط، لساتها صغيره. انا هون نقيت الفول الكبيره اللي شايفين قديش ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا قديش نبته كثير كبيره. هدول انا اليوم رح اطبخهم مشان نفطر فول منبت، اما هدول كثير صغار شوفوا شوفوا يعني لسه صغيرة، هاي بقدر اني خليها تتنبت مرة تانية، اوكي؟ شلون رح ارجع لنفس الطريقة اللي كنت عم بعملها بالاول. شوفوا شو رح اعمل، رح بخه شوي مو كثير لانه يمكن هلا بعد 4 ساعات او 8 ساعات، لانه كل 4 ساعات لازم نبخه مثل ما اتفقنا، اوكي؟ رح اعمله هيك ومنخليه بنفس الزنبيل، اوكي؟ هذا الزنبيل ما بنستغني عنه لانه هو اللي بيحافظ لنا على الفول، تمام؟ الله يرحم اجدادنا ما كانوا يستغنوا عنه لا للخبز، كان يحفظ الخبز، لا كان في برادات ولا كان في شيء، انا بصراحه بستعمله. والله قد ما صار في تطور، خلاص بقلبها هيك وبخليها 4 ساعات ثانيات. بعد 4 ساعات اذا شفتها ما كبرت كثير التنبيته بخها من عند البشكير من فوق وخلص، خليها هلا مع جنب هدول خليهم يتنبتوا شوي ثانيه. اما الثانيات حنغسلهم وحورجيكم الطريقه. يلا شايفين؟ شوف شلون صار هلا ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين؟ خلاص هلا شو بنساوي؟ شوفوا مدقة الثوم، انا دائما بدق بهي، هي بتعطي طاقة للجسم، اوكي؟ دقيت الثوم بالمهاول وحطيت كمان شوية ثوم عشان النكهة. بنحط الطماطم، شوفوا النار كثير خفيفه، جدا جدا خفيفه النار مشان ما احرق الزيت واحرق الاكل كله. طبعا اخواننا اليمنيين بيحطوا الكزبره والفلفل والفليفله والبندوره وبيخلطوه بالخلاط، نحن لا، نحن بسوريا ما بنحطها هيك، يعني نحن بنشبه بعضنا. الله بارك باليمن والشام، دخيل قلبهم بالجهتين محلاهم لك، ودخيل قلب الكل كمان. يلا لا تزعلوا، الله يسعدكم. هلا خلي الطماطم شوي يعني مو كتير، حنكون جبنا الفول مع الموية وحنحطهم فوق منهم بس هيك شوي تدبل البندورة عشان تاخذ نكهة الحجر، شايفين؟ انا هون شوفوا شو حطيت، النار، شايفين النار حاططها على الخفيف، يعني عندي اعلى شيء هيك،
انا حاطط اقل من الوسط، يعني حتى لو ما عندكم غاز بتقدروا تحطوه على نار اقل من الوسط. ما بدنا نحرق الاكل ابدا، بدنا نستفيد اكبر كميه من الاكل. اوكي اوكي يا حلوين. وكل هالشغله ما بتاخد معكم شيء، ولا نروح نجيبها جاهزه وناكل الاكل ميت، انتوا هيك عم تاكلوه حي هلا. وهذا الحجر فوائده كتير ما شاء الله تبارك الرحمن. بس مثل ما قلت لكم لا تطبخوا فيه قبل ما تنقعوه بالزيت، وتحطوه 3 ايام بالشمس مشان يتشرب الزيت مزبوط، ولما تطبخوا فيه ما ينكسر، لانه اذا مثل ما اشتريتوه وجيتوا حطيتوه على النار حينكسر فورا. طبعا هذا الحجر طبيعي، هذا حجر يمني. اوكي حجر يمني، تدوروا عليه بتلاقوه باذن الله تعالى. وطبخوا فيه. هلا رح نجيب الفول تبعنا. طبعا خلينا، او قبل ما نجيب الفول تبعنا خلينا نحط شويه فلفل اسود، خلينا نحط كزبره يابسه، طبعا كزبره يابسه. شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الفول المنبت تبعنا اوكي مع المويه. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. طبعا كل واحد على كيفه شلون بيحب الفول يساوي، ما عندكم اي مشكله. نحن هاي طريقتنا السوريه، الفول النابت بيحطوه بيضلوا عم يغلوا لين يستوي، طريقه الفول النابت اللي بيساووه بسوريا. اما طريقه تيتا الله يرحمها هيك بتعمله، لازم منبت، كانت تنبته الله يرحمها يجعل مسواها الجنه يا رب، مشان تاكله بفائدته كامله. هذا الفول له فوائد كتير عاليه، هو فيه بروتين ما شاء الله، حتى بيطلع الكوليسترول المفيد، وبهالتنبيت هذا بيخفي الكوليسترول السيء، يعني بديل اللحمه، يعني اللي ما بياكل لحم ياكل رح نحط ياكل فول. رح نحط كمان ملعقه، نحط معلقه خل، دائما الخل ممتاز لاي اكل بتاكلوه اوكي، خصوصي خل التفاح العضوي. طبعا شوفوا انا ما بستعمل اي شيء، هي قلت لكم اي شيء من برا ما بستعمل، حتى الخل انا عاملته على ايدي. ان شاء الله باذن الله بعلمكم عليه باذن الله تعالى. راح نحط الزنجبيل الاخضر والكركم الاخضر. طبعا اختلاف بين الفول اللي انا عم بعملكم اياه عن اللي بيعملوه مين من كان يكون، حتى لو احنا بسوريا بيحطوا بهارات كتير، حتى الاخواننا اليمنيين بيحطوا بهارات كتير، انا لا، انا بحب احط كل شيء اخضر. يعني حطينا بشرنا الكركم، بشرنا الزنجبيل، عنا بندورة، حطينا الكزبرة، هاي هي اكلتنا بس. واللي بده يحط شوية ملح اوكي، انا بصراحة ما بحب احط ملح بهاي الاكلة ابدا لانه اصلا مليانة املاح. هلا بس لتستوي مزبوط حنكون لحنا عاصرين الليمون، دقين التوم، رح ورجيكم كيف نشتغل، بس خليها تستوي تمام اوكي. غطيه تمام، هذا صار كأنه بخار، رح غطيه مزبوط تقريب العشر دقائق، يمكن 8 دقائق، يمكن 15 دقيقة، على حسب انت طريقة الفول او نوعية الفول اللي بنطبخها. انا بياخد معي 10 دقائق بالضبط. هي الطريقة اللي انا بطبخها يومية اوكي، لما بتكون عندي كمية الفول كتيرة رح اسلقها، غير هي الطريقة اللي انتو هلا شفتوها، رح اسلق كل الفول وبس يستوي صفيه من المي وحطه بتبروي وخليه بالبراد. كل ما بدي اعمل فول بالخلطة معينة اللي انا بدي اعملها كل واحد على ذوقه، وطالع كمية من الفول المنبت اللي لذيذ
بس طبعا لا تنبتوا اكثر من 10 ايام. يعني شوفوا 10 ايام قديش بتكون تاكلوا فول ونبتوا عليه، لانه مشان ما تروح القيمه الغذائيه اللي موجوده بالتنبيت. اوكي، وكل واحد على هوا شو بده يحط بقلبه ياكله. في كمان شغله بدي اقولها، اللي عنده امراض يعني مزمنه مثل مرض القلب، مثل امراض السكري، لازم نقيم القشره. نقدر نقيم القشره اول ما نسلقه، بنقيم القشر بنحط للمريضين بدون قشر، كمان طريقه كثير سهله. انا عم بعطيكم المعلومات لحتى ما حدا يقدر ما ياكل فول، الكل بياكل فول، بس المريضين حاولوا يقيموا القشره، لانه القشره فيها الياف كثير، وهي الالياف اصلا في ناس كثير من المرضى ما بتواتيهم، المفروض ما ياكلوها بقشرتهم، وهي مفيده جدا للاطفال. لما بتعطوها بتقوي لهم ذكائهم، بتقوي لهم نشاطهم، بتعطيهم طاقه كثير كبيره. يعني اكثر من بروتين اللحم، شوفوا لوين، اكثر من بروتين اللحم ما شاء الله، وفي مواد كلسيه. وطبعا لما بنجي ناكله نحن منبت، يعني نسلقه وناكله هيك مع الكمون والملح، غير هيك المطبوخ. طبعا دائما المطبوخ الا ما يروح من القيمه الغذائيه، لانه غلى، مع اني حاطه على نار كثير هادئه، وبالحجر، الحجر ما بيروح القيمه الغذائيه ابدا. برضه لو سلقناه وحطيناه مع الكمون والليمون وهيك ناكله، ونشيل بس القشرة ناكلها اللي جوا، واو بتجنن. ولو أكلنا القشرة كمان واو بتجنن، كله في فوائد. وهلأ خلص الفول تبعنا، الفول الجميل الرائع، شايفين كيف صار؟ شايفين يا حلوين؟ واو، ما تتخيلوا الفوائد اللي بهالطريقة هاي. طبعا انا هلا لو طفيت الغاز، هلا الغاز مطفي ترى، منه شاعر، ما في لا نار ولا شيء، اوكي، هو حيضل ما شاء الله كده صفر، لانه الحجر بخليه صفر. اكيد انا ما هحط الزيت، الزيت ما هحطه هلا، لا رح اخذه معي على السفره. يلا مش لو ورجيكم على السفره شو بدنا نعمل. الزيت، الزيتون، هذا زيت زيتون وحمض وتوم، هدول لازم ناكلهم بطريقة ما يدخل لحرارة ابدا. اوكي، شوفوا شو بعمل، كل واحد بحط له قد ما بده، قديش بده ياكل. شايفين لساته حار، قد ما خليتيه بالحجر ما بتروح حرارته. اوكي، بعدين حنجيب الليمون والثوم، الخلطة العجيبة اللذيذة، شايفين؟ وحط، شوفوا قد ما بدهم، قديش بدهم حط لهم. وهي زيت زيتون، هيك الزيت الزيتون ما خليتي يصير حار. وهي صحن الفول، وبالهناء والعافية. يا صباح الخير والهنا والسرور، جمعتكم مباركة، وأحلى جمعة لأحلى حبايب متابعيني. وهي قهوتي، وأنا وعدتكم قلت لكم كل ما بشرب شي بالفخار أو بطبخ فيه رح صور لكم اياه. شوفوا كاسة الفخار ما شاء الله، أنا عملت فيها قهوتي وقاعدة عم بشربها. إن شاء الله صحتين على قلبي. مثل ما وعدتكم اني اورجيكم الكركم، قالوا لي كثير ناس كيف كركم اخضر، في ناس ما تعرفوا الحق معها، في كركم اخضر بيشبه الزنجبيل شكله، شايفين؟ بس لما اجي بدي ابشره، شايفين؟ شوفوا كيف؟ أنا هذا بكل أكلي بحطه تقريباً، بس هلا عم ورجيكم إياه كيف نحن بدنا نشربه على الريق. أنا من الناس اللي دائماً بشربه لازم كوب كركم بالأسبوع مشان الوقاية طبعاً، إذا في حدا مريض أو في حدا معه شيء لازم يشرب الكركم بطريقة اللي بوصف له إياها أنا.
هذا هلا انا بدي احطه بالكوب. هلا شوف شو بتساوي. رح نكون غلينا المايه وشوفوا شو بنعمل، وبنحطها على مويه مغليه على الكركم. اوكي، بعدين بجيب غطا بغطيه خلاص، وبخليها مع جنب، بخليها لين تبرد، بعدين بشربها على الريق، بشربها على الريق اول ما بصحى الصباح. اوكي، اما الزنجبيل هي كمان وعدت ناس كتير قول لهم كيف الزنجبيل. هي الزنجبيل الاخضر، شايفين؟ جيب الزنجبيل وببشره كمان ناعم. اوكي، بعدين بحطه بقلب المي، شايفين؟ وبجيب المويه المغليه بحطه فوق الزنجبيل. اللي عنده الام الدوره الشهريه، اللي عنده الام مفاصل، شو في عندكم الام، هي الشربه بس تبرد تصير فاتره، بنحط لها معلقه عسل بندوبها، وشوفوا فوائدها الفظيعه. انا من جهتي باخذها كوقايه، كوب زنجبيل، كوب كركم، مره مرتين بالاسبوع ما بضر ابدا للوقايه. اما اذا في عندك مرض تقدر تاخده كل يوم مره ومرتين وثلاثه، ما عندك اي مشكله. طبعا احنا حنغطيه. اوكي، كمان نخليه مع جنب، شايفين؟ هلا احنا غطينا وخليناه مع جنب خلاص. هاي فوائد الزنجبيل والكركم، وهاللي سألني انه بدنا يا اخضر، هاي يا اخضر يا حبايبي. ارجعوا شو قلت لكم فوائد الزنجبيل، مشان مرة نعيد ونكرر نفس الكلام، بس حاولوا انكم هذا الكركم والزنجبيل لازم يكون رفيق حياتكم.